بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن شرح طريقة إعادة استثمار الأرباح في موقع مانرجيت. طبعا موقع مانرجيت كنت قد شرحته في عدة فيديوهات، سوف أضع لكم روابط الفيديوهات، روابط الشروح لهذا الموقع، روابط الفيديوهات الخاصة بهذا الموقع أسفل الفيديو إن شاء الله. طبعا موقع مانرجيت موقع يعطيك تعدين في البيتكوين مدى الحياة، فموقع أنصح به، موقع صادق، موقع مضمون، موقع ثقة، موقع يدفع للجميع. طبعا أنا لن أدخل في شرح طريقة السحب وشرح الموقع وشرح التحديثات الجديدة في الموقع، فكل ذلك قمنا بشرحه. فما يهمنا الآن هو إعادة استثمار الأرباح. أما ناتي هنا، لو أردنا أن نستثمر في البيتكوين نضغط هنا. طبعا أقل شيء تقوم بشراء 20 جيجا هاش، بيأخذ منك 28,880 بيتكوين، أي ما يساوي تقريبا 3 دولار. انظروا هنا، يقول لك من بتضغط على هذا الزر سوف يتم خصم المبلغ من أرباحك، من أرباحك. طبعا أنا قمت بشراء، من ضغطت هنا، ضغطت هنا على طول أتاني هذا الخيار كما ترون، 2.93 دولار 20 جيجا هاش، يبدأ ب 2 سبتمبر، تاريخ المتوقع يعني نزول الأرباح في 3 ديسمبر. هنا رسوم الصيانة اليومي كما ترونه موجود أمامكم. طيب فقط ها هي الطريقة، بسيطة جدا جدا جدا، فقط تضغط هنا كما ذكرت لك. عندك أنا أرباحي طبعا موجودة كما ترونها هنا، موجودة ها هي موجودة هنا 155,822 ساتوشي. طبعا تضغط هنا تحدد 20 جيجا هاش او اكثر، على ان لا يكون يعني ما تتعدل 155. احنا الان تعديناها، شوفوا هنا 0.155، لابد انك ما تتعدى هذا المبلغ. لو اردت الان كثر يعني لابد انك ما تتعدى، شوفوا تعدينا 59 صار، قول 148 يلا. هل كثر؟ بيعطيك يعني 103، تضغط بس الزر على مباشرة يشتري لك بدون أي شيء. إيش؟ لأنه بخصم من الأرباح. لكن لو تبي أكثر يعني شيء مو موجود في الأرباح، أنا صراحة ما أجرب، يمكن أنه يخصم جزء من المبلغ ويقول لك ادفع الباقي، يعني يخصم كل الأرباح الموجودة في حسابك ويقول لك ادفع الباقي، أو أنه يقول لك ادفعهم كلهم لأنهم ما يكفون يعني في حسابك، بس أتوقع أنه بخصم الموجود في حسابك ويقول لك ادفع الفارق يعني، أتوقع. على العموم أنا خصمت فقط جزء بسيط حتى أشرح الموضوع، وللأسف كنت أتمنى يعني أني ما أشتري هذه، أشتريها معاكم، لكن على العموم شريناها وما أبي أشتري من جديد من الأرباح. أنا بحاول أني أرسل يعني مبالغ، بشتري يعني قوة تعدين أكبر وأكبر وأكبر. كما ترون الآن لدي 219 جيجا هاش، أنا بخليها إن شاء الله أكثر وأكثر وأكثر، فالمبلغ ما يكفي إلا أنك تشتري 103 الآن. أنا يمكن أشتري يعني 800 جيجا هاش حتى يوصل 1 تيرا حاليا، بعدين إن شاء الله نطور أكثر وأكثر.
أنصح الجميع بأنهم يقومون باستغلال هالموقع ويسجلون فيه ويستثمرون فيه، يعني يعدنون فيه، يأخذون عقد تعدين في البيتكوين أو المونيرو كيفهم. طبعا أنا ما شريت في المونيرو شيء، دائما أشتري في البيتكوين. العقد مدى الحياة كما ذكرت لكم، موقع صادق وأمين وثقة ويدفع، فأنصح الجميع به. سوف أضع لكم رابط التسجيل إن شاء الله أسفل الفيديو. كان هذا كل شيء، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو، وأضع تعليق على هذا الفيديو، ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة على الجميع. وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.